أنا حسب معلوماتي طبعا أن حزب الله منذ اللحظة الأولى وهو يعمل على هذا الملف، لكن أنا برأيي هي كانت مشكلة بالوضع اللبناني. طبعا الشيء اللي عم يحكيه اليوم الأستاذ ظافر واللي وافق عليه معالي الوزير كثير مهم، أنه لم يعد هناك خيار، لأنه كثير كان قوى سياسية عندها 100 إشكال للتواصل مع سوريا، وكان عند أي ما يطلع وزير أو مسؤول أمني على سوريا ينعمل 100 مشكلة حول الموضوع، ولهلأ رئيس الحكومة عنده 100 تحفظ على التواصل مع سوريا. أنا برأيي لازم إعادة أول شيء مجلس التنسيق اللبناني السوري، لأنه تبين بعد كل الأحداث في سفرات بين البلدين صار لا مجلس. في مجلس تنسيق قصدي أنه كان في حدا بده يلغي مجلس التنسيق. لا لا ما في شيء مرق. أنا برأيي اليوم اليوم نحن أمام لحظة الله يشد الظهر فيك يعني عم بقول لك قمت بدك ترجعهم ليك ما توعي ما توعي الموقف بالأجور قول له ما توعي اليوم في خطر في خطر وجودي على البلد، يعني هذا موضوع مش حقيقة ما بيتم مقاربته لا بنظرة سياسية جزئية ولا بنظرة حزبية، بده يتقارب بنظرة وطنية. يتطلب عقد مؤتمر وطني سريع أنا برأيي بالسرايا الحكومة اليوم، لأنه في ظل يمكن عدم وجود رئيس جمهورية، وإذا أمكن انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت والقوى السياسية تعجل بالحوار الوطني لانتخاب رئيس جمهورية، لأنه هو هي الطريق الأسهل انتخاب رئيس جمهورية والمعالجة. أنا معلوماتي أن حزب الله منذ اللحظة الأولى هو منفتح وعمل جهد طيلة فترة، لكن للأسف كل هذه الجهود أمام حجم تفاعل، لأنه أول شيء قد ما عم بترجع السوريين عم بيتم ولادة سوريين بلبنان أكثر من اللي عم بترجعهم، وعم بيتم تهريب عدد كبير. هذه اللحظة اللي حكي عنها رئيس نبيه بري يمكن أنه في لحظة جديدة على المستوى الأوروبي، أنه هن شاعرين صاروا بالخطر. إيه بس شو هي هاللحظة الجديدة؟ يعني لحظة بالوقت اللي أنا برأيي اللي صار بالأشهر الماضية اللي صار بالأشهر الماضية بالوقت اللي كل الأطراف السياسية أو معظمها حكيت عن المليار يورو إنها رشوة وإنه في صفقة، الوزير والأستاذ ظافر وضحوا نقطة كثير، الرئيس بري حكي بإيجابية إنه هيدي مثل مساعدات جديدة مساعدات للبنان على مدار 10 سنين كانت عم تجي مساعدات وما كان حدا عم يحكي عنها رشوة. هلا يمكن تظهير الإعلام إلى اليوم بينت كأنه والله خذوا هالمليار يورو واسكتوا علينا، لكن في واضح إنه خلال 5-6 أشهر الماضيين حجم الهجرة غير الشرعية اللي عم بتتم من لبنان باتجاه قبرص باتجاه أوروبا زادت، فحسوا بالخطر جزء منه كشفه الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، لكن يبدو أن الجزء الأكبر الذي لم يكشف هو الذي يصل إلى قبرص ويصل إلى أوروبا، من هون هن شاعرين بالخطر. طيب إيه بس نحن أنا برأيي الحل الوحيد حيمنعوا الهجرة لعندهم ورح يخلون عنا الحل. لا أنا ما اطلعت، أنا يعني ما كنت عارفين إنه كنا اطلعنا قبل ما نجي على خطة معالي الوزير رشار وما بعرف خطة ذيك. أنا برأيي موضوع مؤتمر وطني هو الخطة تبعه. لا لا إذا بوقتها لا 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 خلينا نحكي هلا عملية. أنا برأيي ثلاث أربع خطوات. هلا ما بعرف إذا واردين بخطة الحزب التقدمي أو القوات بده يوضح شيء هلا بيوضحها بس ثلاث خطوات عملية. أول شيء مؤتمر وطني تحضر فيه كل القوى، المقاطعة لمجلس وزراء ومش مقاطعة، مؤتمر وطني عنوانه موضوع الناس. مين بده يدعي له؟ بده رئيس حكومة اليوم لأنه ما في خيار. دعا رئيس الحكومة الرئيس بري لجلسة عامة لجلسة نيابية. أنا برأيي مؤتمر وطني لانه في قوى مش موجوده يمكن بمجلس النواب. يعني مين بده يحضروا هيدا المؤتمر؟ يحضروا كل القوى السياسيه، كل الاحزاب والقوى والاطراف السياسيه سواء ممثله بمجلس النواب او غير ممثله. أوكي. مع الجهات المعنيه. هيدي اولا. ثاني شيء اول خطوه مش بس احصاء، بده يتاخذ قرار بتفكيك مخيمات غير الشرعيه للسوريين. ما في مجال. شو بتعمل فيهم؟ وين بتحطهم؟ هولي بدهم ينعمل لهم مخيمات على الحدود اللبنانيه السوريه. بس هيدي بدها قرار ورفضت هاي بالسابق. هيدي رفضت انا برايي هذا الموضوع. هن اللي رفضوا المخيمات هن وحلفائهم. يعني حزب الله رفض المخيمات بوقتها. انا حزب الله بده يكون جاهز بهذا الموضوع. اليوم المخيمات السوريين الموجودين بمناطق اللي اصبحت هي عبء كبير على مستوى البيئي والاجتماعي والثقافي ولم تعد لازم قرار بتفكيك. ثالث قرار ذهاب الى الحكومه السوريه لترتيب عوده هؤلاء. ما في مجال وتامين الدعم المالي. طيب مثل بس اذا بدك تبلش واضح، بس اذا بدك تبلش بمؤتمر وطني يدعي له الرئيس مئاتي هو تيدعي لجلسه تشاوريه وزاريه بدها 100 محاوله اذا تزبط.